السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب الزي بيلدر على الايباد. الزي بيلدر ميزته ان هو بيجمع كذا قسم مع بعض، يعني الحاجة اللي هترفعها على البين فيور هتشوف الاكيوبمنت، هتسمع في البلاننج، هتسمع في كوست كنترول، هتسمع في سبلاي تشين، في البيدنج، واي حاجة هتحطها في اي قسم من الاقسام هتسمع في الباقي. وميزة ان انا افتحها على الايباد ان انا اقدر اشوف كل المعلومات اللي انا عايزها وانا في قلب الموقع. هقول له مثلا عايز الاكيوبمنت، فيبدأ يفتح الإكيبمنت وأنا في قلب الموقع أبدأ أشوف إيه المعلومات الخاصة بالإكيبمنت. فيبدأ يجيب لي الشاشة اهيت، أقول له مثلا عايز أضيف حاجة، أحذف حاجة، أعدل معلومة وهكذا. مثلا الباص أهوت، طبعا أنا بفتح المعلومات كلها من خلال التابلت. اقول له مثلا عايز اضيف اد نيو اكيوبمنت، فيبدا يفتح الشاشه بالشكل دوت. فاقول له الكود، مثلا هبدا في الكود، انا نكتب ارقام السيلكت تايب مثلا باص، الميكر، الستاتس، التاريخ، وبعد كده اقول له نكست. يبدأ السبسكيشن، يبدأ الشراء، يبدأ اللايسنس، هنقيس بقى واحدة. بيقول لي إن في معلومات لازم تدخلها، فبن سيلكت ستيتس، سيلكت موديل، سيلكت الفويل. فبيبدأ يضيف لي المعلومة ديت. لو في أي نوتيفيكيشن نبدأ نشوفها، لو في أي حاجة خاصة بقطع غيار سبار بارت تبدأ تشوفها برضو، وتقدر تضيف أي حاجة أنت عايزها أد، بحيث إن أنت في أي لحظة كل مكنة تبقى حاطة المعلومة بتاعتها، ومفروض يتعمل لها صيانة إمتى، ومفروض تاريخ آخر مرة اتحركت فيها. تمام، فتقدر تدخل هنا على أي واحدة من دول تشوف كل المعلومات، أو تضيف بقى الاسم مثلا والكود، ولو عندك أي ملحوظات وتقول له سيف وهكذا. تقدر تشوف كل المعلومات اللي أنت عايزها، المينتيننس، يبدأ يجيب لك كل المشاريع، فتقدر تدخل على المشاريع اللي عندك تشوفها. خلينا نرجع للصفحة الأساسية اللي هي ديت. هتخش مثلا على البيدنج، تقدر تشوف الفواتير، تقدر تضيف فاتورة زي ما انت عايز. تقدر تقول له اد، واي حاجة بتضيفها اوتوماتيك بتضاف كل الاقسام التانية.